حد خد ده وفي حد كده خد فضه وكسبتوا بعض. وانا قلت كده كده انا جاي اعمل حسابي ان انا هسخنكم على بعض، مش عايزين الحوار يبقى لطيف كده، عايزين الحوار في خناقه يعني. ها يعني ايه يكسبك؟ مش عارف. فهمنا مروان يعني ايه، يعني ايه تسيب محمد يكسبك؟ الموضوع صعب شويه، غريبه شويه. انت بتكسبه ليه وتدوس عليه قوي كده؟ بس هو برده لعيب كويس يعني، ممكن برده يعني مره يكسب مره يخسر كده. هو لعيب كويس؟ اه ما فيش سخونه خالص. لا مش هنسخن، استنى بس. طيب منورين الدنيا. محمد الاول، انا عارف ان انتوا كنت عندكم مباراه فاينل وانت خدت دهب وانت خدت فضه يا مروان، ومحمد هو اللي خد الدهب. قولي الاول البطوله دي كان شكلها عامل ازاي؟ انتوا كنتوا بتشاركوا فيها كم العدد؟ نظام البطوله كان عامل ازاي؟ نفهم الناس الاول بقى كان ندردش مع بعض براحتنا. البطوله كانت منظمه الصراحه، تنظيم كويس جدا. هايل. كان في برضو عدد كبير قوي من الدول، كان مثلا حوالي 22 دوله، وطبعا كل الدول لعيبه ممتازه اللي بتلعب، كلهم عندهم خبره دوليه وكلهم كويسين، حتى اللعيبه المحليه اللي بتلعب كلهم لعبوا دولي قبل كده، فمفيش اي حد ضعيف في البطوله. وكل ماتش بقى بظروفه يعني، على حسب الواحد هيلاعب مين بس. فانا شايف صراحه البطوله كانت منظمه كويس، وكل الناس اللي فيها جامدين، مفيش اي حد ضعيف. انت الميداليه اللي انت خدتها دي عن مرحله عمريه قد ايه؟ تحت 19 سنه. تحت 19 سنه. لعبت كام مباراه قبل ما توصل للمباراه النهائيه؟ لعبنا دور المجموعات كان ماتشين، وبعديها لعبنا بقى دور رئيسي من اول دور ال 16 لحد النهائي. السكور مع مروان كان قد ايه؟ انا كسبته 3-1. كانت مباراه قويه الصراحه بين انا وهو، احنا الاثنين لعبنا حلو قوي، وده كان مشرف صراحه لمنتخب مصر. بس انا لاحظت من قبل الاول انتوا اصلا صحاب. معانا صحاب. صحاب من زمان. صحاب من زمان يعني، مفيش اي حاجه. طيب